ومن مقبرة الصليبخات أشاد أعضاء مجلس أمة سابق بينهم أعضاء بلجنة تشييع الشهداء بالجهد الكبير الحكومي الحثيث أثناء التحضير والأعداد لمراسم تشييع الشهداء 27. الأمانة كان لهم، وأكون صريح وصادق، من صاحب السمو الأمير ليل بارح بالليل كان متواصل معنا في بعض الاعدادات وبعض التجهيزات، كان متواصل، وايضا كل الوزراء، ايضا مجلس الوزراء خلى معنا ايضا وزير للترتيب وللتنسيق واي شيء نحتاجه من مجلس الوزراء والوزارات الاخرى. وكان حقيقه الاخ وزير الدوله شؤون الاسكان الاخ ياسر ابو الامانه ليه وقت متاخر كان موجود ومتواصل، وحتى لحد الان متواصل 24 ساعه معنا. ونشكر ايضا مجلس الوزراء في خلينا نقول سرعه تجاوبه في اي شيء قاعد يطلبونه، وايضا وزير العدل ووزير الاوقاف تجاوبه وتجهيزه، وكان متواصل معنا امس بالليل. وامس بالليل اعطيناه الخبر ان راح يكون العزاء من اليوم، فبلش تجهيزاته واعداده للمسجد الكبير والاستقبال المعزين. حقيقه وزاره الداخليه اي شيء نطلبه على راسهم وزير الداخليه. هذه اللحظه هي لحظه الشهداء ولحظه اسر الشهداء، وربما استمعتم قبل قليل إلى كلمة أحد آباء الشهداء وأيضا أحد آباء المصابين. أتصور هذا هو المعدن الحقيقي، أولا يتجلى فيه الإيمان وتتجلى فيه الروح الوطنية وتتجلى فيه حس المسؤولية العالي في هذه اللحظة، اللحظة العاطفية، اللحظة التي لا يستطيع الأب الذي ربى ابنه أمام عينيه ورأى يكبر أن يتمالك نفسه وأعصابه وعاطفته. ترى هذه الكلمات المسؤولة التي تنم عن إيمان عميق وحس عالي في المسؤولية تصدر من الجميع. اليوم نحن كلنا في حرب مفتوحة مع الإرهاب كلنا، وإذا كان هؤلاء يظنون أنهم باغتيال المصلين الصائمين الركع السجود في المساجد سوف يكسرون عزيمة أهل الكويت وسوف يكسرون عزيمة هؤلاء الذين تراهم واقفين أمامك فهم واهمون.